بحت أصواتهم وهم ينادون لمطالب مشروع لم ينالوها منذ سنوات. هذا هو حال موظفي مصلحة الضرائب في عدن بعد وقفات احتجاجية نفذوها احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم، ليس فقط المتعلقة بالحقوق المالية بل تجاوز الحد حرمانهم من أبسط المستلزمات. الإيرادات ضائعة لأن مستحقات الموظف ضائعة، أعطوا مستحقات الموظفين عشان الإيرادات تعمل البلاد دي، وأنا أقولها الفساد موجود بقوة. في منشأة حكومية حيوية تتسرب إيراداتها ويحرم موظفوها على مدى أعوام من أجورهم، كما يتم تجاهل المتقاعدين منهم رغم التعيين الرسمي لهؤلاء المتقاعدين، إلا أنه تظل الأعذار المستهلكة لا وجود للتعزيز المالي. 20 سنة في ناس متعاقدين لحد الآن ولم يتم توظيفهم رغم المدير العام أعلن بتوظيف، نحن لحد الآن لا ندري أي خبر بالموضوع بالتوظيف، ورغم المالية الإدارة المالية ايوه المرافق الاخرى منهم 14 متعاقد وظفوهم كامل، لما نطالبهم نحن ليش موظفون احناش يقولون انتم لا ما فيش تعزيز مالي. بأشد العبارات طالب الموظفون برحيل رئيس المصلحة الذي تحفظ عن التصريح والتعليق عما يدور في ساحة المبنى. بما ان رئيس المصلحة رفض مقابلة القناة بمعنى عدم تلبية طلبات الموظفين، رئيس المصلحة نناشده بخروجه من إدارة المصلحة من المبنى الضرائب، لا نريد إنسان ضعيف الشخصية، لا نريد إنسان بالظلم والفاسدين، نريد حق الموظف فقط. كل هذا الفساد المتراكم يحتضنه مبنى مصلحة الضرائب ولا جديد في الأمر حتى اللحظة لتحسين الوضع فيها، حتى وإن تغيرت الإدارات واستبدلت الوجوه لكن الآمال تبقى معلقة على محافظ عدن الجديد الذي توعد باقتلاع الفساد وإعادة الكرامة للمحافظة. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.